نجاح الموجي مهما يعني كنا بقى في اجيال شافته او ما شافتوش، ادينا دلوقتي بنفكرهم وبنقولهم يا جماعه ان كان في ممثل عندنا والنجم موجود في مصر. النجم ده نجم يعني بكل حاجه، بإفهاته، بتمثيله، حتى كمان باغانيه ومونولوجاته الجميله اللي كان بيغنيها وبيأديها. طبعا بالظبط، يعني ذكرنا يمكن اجزاء كده من بعض الاعمال اللي عملها، سواء بقى في المسرح او الدراما او الافلام. هو ساب لنا تاريخ كبير جدا، وتوفى كمان في عمر صغير قوي. توفى وهو عنده 53 سنة بعد أزمة قلبية اتعرض له، بالتحديد كان يوم 23 سبتمبر 1998. طيب احنا رجعت لنا تاني ايتن الموجي، اهلا بيكي يا استاذة ايتن. اهلا بيكي حبيبتي، مساء الفل. بس تصحيح بسيط، هو توفى 25 سبتمبر 1998 مش 23. الله يرحمه. منورنا جدا والله بجد ايتن، وكل سنه وانت طيبه، يعني بعد العيد برضو بس تمشي يعني. هو لا تبدل شهر بعد العيد. طيبين وعيش وسعيد يا رب دايما. امين يا طيبه. طيب احنا حابين نعرف منك يعني حياته الشخصيه والجانب الانساني لنجاح الموجي كان عامل ازاي؟ كان في حياته كوميدي وبيحب الضحك والهزار، وكانت ليه افيهات تلقائيه كده زي ما كان في الافلام والمسرحيات؟ كان على الشاشه ما يفرقش كتير عن شخصيته الحقيقيه الا في الاوقات اللي بيقعد يقرا فيها. هو كان قارئ بدرجه كبيره جدا، عندنا في بيتنا القديم مكتبه كانت من الارض للسقف، اوضه كامله يعني حطين كاملين من اوضه كامله كانوا كلهم كتب. الكتب دي كلها انا يعني نقلتها في بيتي علشان ولادي ان شاء الله يطلعوا بيحبوا القرايه زيه، وهم بالفعل كده. بنتي الصغيره زينه عندها 18 سنة، قارئة برضو نهمة جدا زي جدها. هو كان شخصية طيبة جدا، حنونة جدا، جدع وابن بلد وابن نكتة، دمه خفيف، صحبته حلوة وقعدته حلوة. في كوميديانات كثيرة الواحد في طفولته لما تربى في الوسط الفني كنت تلاقيه على الشاشة دمه خفيف، بس تقعدي معاه جد كده مكشر كده وجد بطريقة جامدة. هو لا، الحقيقة كان دمه زي العسل في كل الأوقات.